أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام، وفي أولى حلقات برنامجي الجديد معلومة على السريع، ومع نهاية كأس العالم الذي سيكون الأحد المقبل، كم تكون الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر؟ عزيزي المتابع، الجائزة الأولى والتي ستكون لبطل المونديال وهي عبارة عن 42 مليون دولار. طبعا للعلم الجوائز في مونديال روسيا كانت 400 مليون، لكن هنا الزيادة في قطر بقيمة 40 مليون دولار. طبعا ستكون أيضا للوصيف وهو صاحب المركز الثاني سيكون 30 مليون دولار، بينما المركز الثالث وهو 27 مليون دولار، والمركز الرابع 25 مليون دولار. طبعا باقي المنتخبات من المركز السادس حتى المركز الثامن ستكون 17 مليون دولار، أما المركز التاسع حتى المركز السادس عشر سيكون 13 مليون دولار لكل فريق، بينما للمنتخبات أصحاب المراكز من 17 حتى 32 منتخب. طبعا للعلم المنتخبات التي شاركت في مونديال قطر كانت 32 منتخب، سيكون 9 مليون دولار لكل فريق، بمعنى أن أي فريق شارك في مونديال قطر سيأخذ 9 مليون دولار بعلاوة على المراكز الأولى التي ستكون بالترتيب الذي تحدثنا عنه. أما أي فريق تأهل لمونديال، لكل منتخب متأهل للإعداد للنهايات، سيحصل على مليون ونصف من الدولار الأمريكي. عزيزي المتابع، هنا المنتخبات التي شاركت في مونديال قطر كانت 32 منتخبا يشاركون في مونديال قطر، لكن سيتم زيادتها، فيما أن هناك 32 منتخب تم مشاركتهم في مونديال قطر، لكن سيتم زيادة هذا العدد إلى 48 منتخب في نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. اكتب لي في التعليقات ما هي الفيديوهات التي ترغب أن أكتب معلومات عنها، وسيكون هذا فيديوهات سريعة في الفرات المقبلة. نرجو أن تدعمونا لننشر هذه القناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.